الخبر معانا النهارده المواجهه المنتظره ما بين نادي القرن الافريقي الاهلي ونادي القرن الاوروبي ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، واللي هتكون النهارده الساعه 9 بالليل ان شاء الله على ملعب مولاي عبد الله. يعني خلاص كلها ساعات بتفصلنا عن صافره البدايه، واللعيبه امبارح اختتموا تدريباتهم واستعداداتهم للمباراه على ملعب الجامعه المغربيه في الرباط، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كانوا حريصين جدا على الاجتماع باللاعبين واتكلموا معاهم عن المباراه والاجواء وخلصوا فقرات التمرين الجماعي بالتدريب على ضربات الجزاء. وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق النهارده، واحنا عارفين ان لعبتنا رجاله وقد المهمه وان شاء الله يفرحونا باذن الله. قدها طبعا.